اللي بيخبط ايه؟ صباحية مباركة يا ابن العبيطة. الله يبارك فيك عقبال عندك يا شاويش. عقبال عندي يا اخي، اخرس ده قطع لسانك قليل الادب. فوت قدامي يا مجرم انت وهو، فوت فوت. اطلع. ساطلع. اطلع. احنا رايحين على فين يا شاويش؟ رايحين فين؟ رايحين لحضرة المأمور، ثم إلى النيابة، ثم إلى المحكمة، ثم إلى السجن 25 سنة. إذا كانت أخلاقك كويسة يبقوا 20 بس، أما إذا كانت أخلاقك زي صاحبنا ده يمكن يعدموه. واقف ليه يا حيوان؟ مستني بقية ثم. امشي قدامي. ادخل. المتهمين في قضية المخدرات يا فندم. لو سمحت يا فندم، في حاجة مهمة لازم أقولها. اتفضل. أيوة بس الشاويش يطلع برا. يطلع برا ليه؟ قول اللي أنت عايزه. اتفضل. اتفضل استريح حضرة الضابط. متشكر. اقعد يا حضرة الصول. صول. صابت. صابت. قهوة قهوة مشاويش عطية. حاضر يا فندم. تجيب القهوة بنفسك ومش عايز حد يدخل هنا. حاضر يا فندم. ازاي الكلام ده؟ ملازم أول حسن محمود وصول حميد السيد. ازاي تفضلوا ساكتين لغاية ما تباتوا في السجن؟ أصل احنا في مأمورية سرية، وما كناش عايزين حد يعرف غير سيادتك. وعلى العموم حبسنا ده هيساعدنا في مأموريتك. عندك حق. أنا حالتي بالحكاية كأن البوليس ما خدش باله من حكاية الحشيش، وإن حجزكم كان لعدم وجود أوراق شخصية، ونفرج عنكم بالضمان الشخصي. كويس، متشكر يا فندم. بس ممكن الباز السمسار هو اللي يضمننا. اشمعنى الباز يعني؟ لأنه كان عارف إنه معانا حشيش، فلو حضر الإجراءات مش هيشك أبدا في طريقة الإفراج عننا. لا معلش، هنشربها عندك يا شاويش. طيب، من أمرك يا فندم. ويبعت عندك الباز السمسار يضمن عليهم ويفرج عنه. حاضر يا فندم. شاويش عطية. نعم. الكلام اللي سمعته هنا مش عايز حد يعرفه أبدا. حاضر. حتى ولا الضباط. حاضر. مفهوم؟ حاسس يا شاويش. ما خير. خير. فيك أروح ناخد الرتولة. حاضر. احنا متشكرين خالص يا حضرة المأمور. مع السلامة، وأي مساعدة تطلبوها اتصلوا بي على طول. ربنا يوفقكم. متشكرين. ابعت الفراش ينظف الدواء دي. حاضر. سماح المرة دي يا حضرة السود، اللي ما يعرفك يجهلك. معلش يا سماح. سامحني؟ ده أنا مبسوط منك لأنك قمت بالواجب بتاعك وزيادة كمان. بتضحك يا ابن العبيطة؟ العفو يا ابن العفو. عفو مني يا رفضي يا ابن الرفضي. بس يا حميدو خلينا نخلص شغلنا. الله يخليك يا حضرة الضابط، اتفضل يا حضرة الضابط، اتفضل يا حضرة السود، اتفضل. لا 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 لا، خلينا زي ما احنا، احنا اتنين متشردين بتعمل لهم محضر تحري. اوعى تغير معاملتك لينا والا يبوظ الشغل كله. حاضر يا فندم. حاضر. بلاش يا فندم دي. حاضر يا فندم. ابعد. ما بلاش يا فندم دي. اسمع يا شاويش عطيه. نعم. الباز يا فندم جاي هنا دلوقتي. ايوه فندم. تمشي في اجراءاتك قدامه بالظبط كاننا اتنين متشردين واقفين قدامك. حاضر يا فندم. يا شاويش انت ما بتفهمش. بلاش يا فندم. طيب يا مجرم. برافو، اهو ده الشغل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح الخير يا شاويشنا. صباح الخير يا باز افندي. ايه خير في ايه؟ الولدين المتشردين دول قبضنا عليهم وما لقيناش معاهم بطاقات شخصية، وعاوزين حضرتك تضمن عليهم. بطاقات شخصية بس؟ امال كنت فاكر ايه؟ لا 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 ابدا ولا حاجة. يا سلام، ده انا اضمنكم بعينيا الاثنين. انت تعرف الاوباش دول منين يا باز افندي؟ والله دول فيهم واحد عديلي انا. مش كده يا ابن حميدو؟ انا ليا الشرف يا باز افندي. بتضحك قدامي يا رفضي. الله الله الله، انت هتقف كويس ولا استعمل لك الجزمه الميري يا
متشرد يا ابن المتشرد. يا سيدي كتر خيرك، ما تشكرين، تسمح لنا نروح بقى؟ نروح ليه؟ في بيت ابوك اظن، ده انت لسه قدامكم اجراءات وفيش وتشبيه ونيله سودة على دماغ ودماغ اللي خلفتك. طبعا اذنكم بقى لغايه ما تكملوا اجراءات القانونيه بتاعتكم، انا هروح البيت ابشر الجماعه واجيب المأذون انا. ده انا مش هسيبك الا مصرب من دمك. وبعدين معاك يا ابن حميد، واحنا جايين هنا نهزر ولا ايه؟ الله يخليك يا حضره الضابط، انا متاسف اللي حصل والله. بالعكس، انت كان لازم تعمل كده قدام الباز واي واحد يخش علينا. متشكر يا حضره الضابط، بس ما احبش حضره الصول يكون زعلان مني. انا غلطان يا حضره الصول، انا متاسف. اعمل معروف، انا هخرب بيتك وبيت اللي خلفوه. تعرف لو اشوف خلقتك قدامي تاني مره هشلططها لك انت صاحب الشلططه. انت لسه واقف قدامي يا صنم يا ابن الصنم يا بجن يا ابن البجن. امشي طبعا. خلاص امشي. امال هو انا ليا بركه غير الست حميده؟ الهي يسعدك يا جوز اختي. ما كانش حد يعرف يخلصهم ابدا غيري انا. امال كلك شهامه يا بدفندي. وعلشان خاطر عزيزه كمان تكون مبسوطه، ذنبها ايه؟ هو يعني عشان خاطر خطيب اختها كان هيخش السجن ومن المسكينه تنحرم مني انا؟ هلو حبيبي العمر، قصه حبي انت حبيبي، ارحم دموعي. يا ولية حرام عليك، ده انا لسه خارج من كاس العزاء. يا قمر احنا متشكرين خالص يا بازفندي. العفو يا اخي، العفو العفو العفو، انا عملت كده بس علشان خاطر الزوزه وخطيبتي. ربنا يتمم بخير يا بازفندي. هيتمم، بس من هنا ورايح بقى لازم تمشوا بعقل. افرضوا يا اخي المره الجايه انا مش موجود، يبقى مين رايح يخلصكم؟ لا عندك حق، مفهوم. الغرض حندلني على سلامتكم. وقدر ولطف يا سي حسن. أنا من بكرة الصبح هنتشل النورمان تو تو. لكن هتعرف تطلعها يا ريس حنفي؟ حتما لازم اطلعها، دي لو حكمت هجيب لها جنرال هويلا ولا يكون عندك فكرة. وأنا لكم عليا من يوم الخميس هتلاقوا المأذون جاهز ويخش سيدنا على ستنا وستنا على سيدنا. الله عزيزة وزة. اهلا ست نتانيا. مرحبا ست الحسن واللطافة. اهلا يا ريس حنفي. الله، مش انتوا اللي مسكوا البوليس امبارح؟ ايوه، اصل ما كانش معانا بتاع شخصيه. ازاي؟ دول قالوا عليكم تجار مخدرات. مخدرات؟ يقول الجدع اللي يثبت. تعجب. ها يا ريس حنفي. انا في الخدمه يا جميل. الجماعه جايين بكره بدري. انت ما قلتلوش يا بازفندي؟ والله كنت لسه هقول له، انما بقى يظهر الفرحه نستني. الصبح حضر نفسك بدري، هفوت عليك اخرك. من نجمه جاهز تحت امري. تروح فين يا ريس حنفي؟ انت نسيت النورماندي ولا ايه؟ ايوه الله صحيح، بس مش معقول اسيب الناس دول وانا بطلع منهم بقرشين كويسين. ناس مين دول يا ريس حنفي؟ جماعه من مصر اصحاب الست لتانيا، بيجوا يصطادوا على الساحل. طب هما محتاجينك في ايه؟ ما يسلمش الامر، انا اقول لهم شويه ميه شويه تلج، وكمان عشان احرسهم لان الحته دي مقطوعه. عادي، طيب ما تقعد انت والريس ويلر تطلعوا لنا النورماندي، واروح انا وحميد وبدالك نخدمهم. موافقه يا ست لتانيا، انا اضمنهم برقبتي. مفيش مانع. واحنا تحت امرك من الصبح بدري. على خيره الله. ما تنساش ميعادنا يا بازفندي. لا انسى ازاي، وده معقول؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طيب حشيش؟ الحشيش احنا بتوع حشيش؟ احنا يا اخويا حشيش بس الله بنت استفدت. تطلع ايدي يا باز افندي ولا اعرفه. تكونش شوكولاته. صلاة النبي احسن. احسن. قرايبك الناس اللي جايين دول؟ انت مالك يا اخي؟ لا يعني بسأل، فيهم ستات حلوين زيك كده؟ وافرض ان فيهم حلوين، انت جاي تخطب ولا تخدم؟ محسوب. انت هلباوي قوي. يعني افندم. اهلا ابن حميدو، ازيك يا سي حسن؟
بتوقفنا علشان ايه؟ عاوز تفتشنا ولا ايه؟ لا 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 يا ابن حميد، ما كنتش اعرف انكم فيها. لا والله فتشني فتش يا سيدي. معلش حقك عليا، مش قصدي، ده انتوا ناس على راسنا. لا والله فتشني فتش. اتفضلي يا مدام اطلعي. معلش يا ابن حميدو، الراجل ما كانش واخد باله ان احنا اللي راكبين. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشنا احسن. بقولنا معلش بقى يا ابن حميدو. الله، شيء يجنن. لا لا لا، تعالى هنا جنبي، تعالى يا سيدي. انا مع السلامه يا ابن حميدو. اهو ده اللي كان ناقص، تجيش تفتشني. لا والله تعالى فتشني. غريبة يا ابن حميدو، انتوا ما بتتفتشوش؟ عيب يا مدام، ده احنا بقالنا 12 سنة رايحين جايين في السكة دي. احنا بنتبهدل تفتيش لما نيجي نعدي لوحدنا. الناس ما مات. حصلت البركة. عارف. اهو ده اللي كان ناقص، كنت تعالى فتشت احسن. ايه عند الشجر اللي هناك؟ اهم جم. الله، انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ يا ستي كل نقطة يفتشونا ربع ساعة. ها؟ مساكين. ليه؟ انتوا ما تفتشتوش؟ بشر، بصي، شايفة دول؟ ابن حميدو، حسن. الله، فين حنف أمال؟ كان مشغول النهاردة وبعت الجماعة دول بتاني. ودول اللي ما بيتفتشوش؟ أبدا، يعني هيخدمونا من كل ناحية. تبقى عال قوي. نزلوا الحاجات من العربية والخيمة الكبيرة علشان تنصبوها. ايه رايك في لاتانيا دي يا ابن حميدو؟ شجره موز يا ابني، دي كبيره قوي، دي طرف الخيط، خد بالك منها كويس، هتوصلنا لكل حاجه يا رب. ابن حميدو، ابن حميدو. اهو. اهلا وسهلا. لو كنت لقيتك بتستحمى مع البنات كان يبقى نهارك هباب. هو ده معقول؟ هو انا ليا بركه غير حميده؟ اقعدي. ايه اللي جابك يا عزيزه؟ بشم الهوا. ليه؟ مفيش هوا عندكم؟ اصل الهوا هنا رايق. يعني الهوا اللي رماكي؟ فشر، ده بعدك. يا ابن حميدو، حضروا النار عشان نشوي السمك. حالا. انبسط مع ست لاتانيا بتاعته دي. ايه؟ طب هو رايح وراها يعمل ايه؟ يراقبها، قصدي ياخد باله منها، حد يفطس يغطس، احنا مش صنعتنا نراقبهم. يلا بينا. الله، امال فين عزيزه؟ زعلان عشان انت رحت ورا لاتانيا. اما مجنونه صحيح، وراحت فين؟ ورا لاتالتا. انت مشيتي ليه؟ حبيت اخليلك الجو مع الخواجايه بتاعتك دي. يا عبيطه، ده انت دفرك برقبتها. امال سبت دفري وجريت ورا رقبتها ليه؟ صدقيني مفيش غير واحده بس في كل الدنيا اللي هيمه في نظري، ومعناها غضبانه وزعلانه، لكن انا متاكد انها بتحبني زي ما انا بحبها. عزيزه اوعى سيبني. عزيزه انا بحبك يا عزيزه. سيبني بقول لك. الله، بحبك. Thank you.
مش عارفه ايه اللي عملته. عملت كده. انا بحبك يا حسن من اول يوم، وكنت بتخانق معاك من غيظي لاني عارفه ان انا هكون لواحد غيرك، واحد ما بحبوش وعمري ما هحبه، هعيش معاه طول حياتي متعذبه، وانت في يوم من الايام هتلاقي واحده تحبها وتعيشوا مع بعض متهنيين. اؤكد لك اني عمري ما حبيت ولا هحب غيرك يا عزيزه. كان لازم افرح قوي وانا بسمع الكلام ده منك، لكن ايه الفايده وانا هتجوز بعد يومين؟ يومين؟ يومين ممكن يحصل فيهم حاجات كتير قوي. زي ايه؟ عزيزه انا ما اقدرش اوعدك بحاجه دلوقتي، كل اللي اقدر اقوله لك اني اكون اسعد راجل في الدنيا لو اتجوزتك. تتجوزني بكره؟ يا ريت يا ريت كنت اقدر. يعني بتحبيني وعايز غيرك يتجوزني؟ عزيزه لو بتحبيني وبتحبي لي الخير اصبري عليا، هتعذريني لما تعرفي ظروفي. انا اللي اعرفه حاجه واحده بس، اني هتجوز يوم الخميس. نزوركم. اهلا وسهلا. خد يا حسن اشوي دي على بال مقلع. انت هتقلقي اكتر من كده؟ ايوه علشان قلبي. يو يلا بينا حميد. الله احنا لسه قعدنا؟ انت كنت عايز تقعدي قولي انت. يو استني يا عزيزه. الوداع يا ميدو. الوداع مع السلامه يا حميد. الوداع.